مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، حلقة جديدة النهاردة من حلقات من يجدها، ومساء الحب ومساء الطاقة ومساء كل حاجة حلوة على أحلى حاجة في الدنيا اللي هي المرأة. وكل أسرة بتشوفنا طول الوقت بنحاول إننا نبقى قد المسؤولية في من يجدها، وبنحاول طول الوقت إننا نبقى على قد الثقة اللي حضراتكم طول الوقت بتدوها لنا، وطول الوقت بنفضل متابعين تعليقاتكم، طول الوقت بنبقى متابعين مقترحاتكم. كل واحدة حابة إنها تبقى موجودة معانا في من يجدها في أي موضوع بتبعت لنا، سواء على الصفحة الخاصة بالبرنامج على الصفحة من بره، أو حتى على المسجز بتاعة الصفحة. مساء الخير مرة تانية، مساء الخير يا ميرفت، ازيك؟ ازيك؟ عاملة ايه؟ كله تمام الحمد لله. النهاردة معانا موضوع في غاية في الأهمية الحقيقة، موضوع بيهم ولادنا، ولأن ولادنا هم بيكونوا أهم حاجة في حياة كل أم وكل أب. عشان كده دايما بنركز على موضوع التربية وأهم القواعد في تربية أولادنا. النهاردة في نظرية مختلفة، يمكن اسمها كده بمجرد ما تسمعوه هي ملهاش دعوة خالص بالمطبخ، هي اسمها نظرية توم وبصل. توم وبصل طبعا من أهم الحاجات اللي كل سيدة بتستخدمها في المطبخ، لكن النهاردة هنعرف هي بتتكلم عن ايه. كل حرف فيها بيبقى له معنى جميل جدا ومعنى هام جدا في تربية ولادنا. النهاردة هنعرف يعني ايه توم وبصل، نظرية تربية لولادنا. وطبعا كل ام بتبقى مهتمة جدا ان هي تربي ولادها تربية حقيقية سليمة، بتحب تقعد وبتسمع وتقرأ وتثقف نفسها، لان زي ما قلت ولادنا هم اهم حاجة في حياتنا واهم استثمار في حياتنا الحقيقة. اذا كنا بنربيهم تربية حلوة فاحنا بنقول بنستثمر في ولادنا، اذا كنا بنصرف عليهم في تعليمهم في كل حاجه. مره سمعت حد من الاباء بيقول لي انا بستثمر في اولادي. يعني ايه بتستثمر في اولادك؟ يعني بدل ما احط لهم مليون جنيه في البنك انا بصرف مليون جنيه ده على تعليمهم. فنتعرف اكتر منك يا سالي عن النظريه دي. هي زي ما ميرفت قالت، النهارده هيبقى مع ضيفنا اللي هينورنا النهارده، احنا هنبقى معاكم النهارده في فقره واحده طول الحلقه. النهارده مش هيكون معانا النهارده فقره امثال، لانه الموضوع كبير وموضوع مهم جدا، وزي ما ميرفت قالت دي نظرية عاملها ضيفنا أو اتكلم عنها ضيفنا، لأنه محتاجين طول الوقت نكون زي ما نقول كده up to date، أو يعني عارفين بشكل مستمر إيه الجديد في التربية، لأنه حتى مجال التربية كل يوم فيه جديد. وعشان نعرف نبقى بنربي ولادنا صح لازم نبقى عارفين أننا بنتعامل مع جيل مختلف، وبنتعامل كمان مع عقليات مختلفة. بنفضل طول الوقت نقول كآباء وأمهات أنه إحنا وإحنا صغيرين ما كناش بنتصرف كده، وما كانش ده ردودنا، وما كانتش دي اسلوبنا في التعامل مع كل الناس. علشان كده التربية محتاجة اننا نبقى طول الوقت عارفين ايه الجديد فيها، وده اللي هنتكلم فيه النهاردة، اساليب التربية الحديثة، مع ضيفنا دكتور مينا عادل، دكتوراه في الصحة النفسية. ده هيكون معانا النهاردة على مدار الحلقة، فتابعونا وكلمونا على تليفونات البرنامج. هنخرج لفاصل النهاردة في الحلقة، اول فاصل في الحلقة معانا النهاردة عن اهمية الرضاعة الطبيعية، دكتور يوسف سعد. بعد الفاصل هنكون مع ضيفنا، انتظرونا مرة تانية. النهاردة هكلمكم عن موضوع برضو مهم، الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية دي مش بتبدأ بعد الولادة مباشرة، لا دي بتبدأ من الشهور الأخيرة من الحمل. كل أم بتاخد نصايحها من دكتور الولادة وبينبهها لتمرينات خاصة بالثدي علشان تعملها، علشان مجرد ما يجي الطفل أو الطفلة الجميلة للحياة تكون الأم مستعدية للرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية هي الغذاء الأمثل للطفل أول 6 شهور. لبن الأم هو لبن مثالي، بيكون تقريبا، لازم الأم تعرف ان 87% ونص تقريبا من تكوين لبن الأم عبارة عن مية، 7% سكريات، 4% من الدهون، 1% بس من البروتينات، و0.5% من الأملاح والفيتامينات. الرضاعة الطبيعية
مهمة جدا للطفل لأنها بتحميه من أمراض كتيرة. إيه بقى فوائد الرضاعة الطبيعية للأطفال؟ فوائد الرضاعة الطبيعية، أولا لبن الأم لبن مجاني، عطية من عند ربنا بدون أي مجهود. لبن الأم مش محتاجة سخنه. لبن الأم فيه أجسام مضادة ضد كتير من الأمراض اللي الأم خدتها في سن الطفولة وسن المراهقة. كتير من الأمهات بياخدوا أمراض زي الجدير المائي، زي الحصبة، الحصبة الألمانية، بتكون أجسام مضادة عندهم في أجسامهم، بيدوها للطفل داخل اللبن بتاعهم لبن الأم، ودي بتحميه من الأمراض الوبائية. لبن الأم كمان بيساعد على تحفيز وتكوين الجهاز المناعي بصورة تقريبا ضعف الأطفال اللي على الألبان الصناعية. لبن الأم فيه مواد ضد الإسهال، يعني الطفل اللي بيرضع من أمه نادرا أن يحصل له نزلات معوية، لأن لبن الأم صحي، لبن الأم معقم، مش صعب أنه يتلوث. لبن الأم كمان بيدي ألفة بين الطفل وبين أمه. لبن الأم بيساعد الطفل على النمو الأسرع. لبن الأم بيدي حنان، لأن الأطفال اللي على لبن الأم أقل عرضة للسرطان، أقل عرضة لمرض السكري اللي هو السكر في الأطفال. الأطفال اللي على الرضاعة الطبيعية بنلاقيهم أقل عرضة لأمراض حساسية الجلد أو حساسية الرب. صحيح في ناس أطفال نادرين بيجي لهم حاجة اسمها حساسية الألبان، بتحصل بنسبة أقل كتير في لبن الأم، بتحصل يمكن أكتر في الألبان الصناعية أو الألبان كاملة الدسم بعد عمر سنة. لكن حساسية الأطفال ده موضوع ابتدينا نتكلم عليه كتير اليومين دول، ده ما بنشخصوش من مجرد أعراض بسيطة، لا له أعراضه وأعراضه معروفة، وفي الحمد لله تحليل متخصص بيؤكد هل في حساسية من لبن الأم ولا لا، هل في حساسية من الألبان الصناعية ولا لا. بعد كده لبن الأم مش بس مفيد للطفل، ده كمان بيحمي الأم من أورام السرطان، سرطان الثدي، لأن أن أعلى نسبة في سرطان الثدي الأمهات اللي هي ما بترضعش خالص، وأقل نسبة في الستات اللي بترضع مرة واثنين وثلاثة وبترضع لمدة طويلة جدا. الرضاعة الطبيعية مهمة جدا لكل أولادنا، الرضاعة الطبيعية مهمة للأم. لازم الأم علشان تنجح، كتير من الأمهات يقولنا في العيادة تقولك أنا أعرف منين إن كان لبني ده كافي ولا لا، نقول لها في حاجات لازم تلتزمي بيها، لازم تاكلي كويس، وأهم من الأكل لازم تشربي كتير، لأن قلت لكم إن 87.5% من لبن الأم عبارة عن مية. لازم الأم تشرب كتير دايما، كل ما تطلع الثدي وهتبتدي الرضاعة لازم تشرب مية. لازم الأم تتغذى غذاء متكامل ويكون غني بالبروتينات. لازم الأم تاخد الفيتامينات اللي كانت بتاخدها أيام فترة الحمل. لازم الأم ما تكونش بذلة مجهود، لازم الأم تكون مستلقية قاعدة مرتاحة. وضع الطفل على ثدي الأم دي من الحاجات برضو المهمة عشان ما يحصلش تشكك في حالات الثدي. لازم الأم تقعد الطفل في زاوية 45. كتير من الأمهات بيقولنا بيبقوا منهكين وتقولك أنا برضعه وأنا نايمة بالليل، أعمل إيه يا دكتور؟ بقولها لو مش قادرة ترفعيه أثناء نومك أنت، حاولي تنامي على جنبك اليمين وهو على جنبه برضو، وفي الحالة دي نقي أطفالنا من المشاكل اللي ممكن تحصل أثناء الرضاعة بطريقة خاطئة وتؤدي إلى التهابات ومشاكل في الأذن الوسطى. وفي النهاية نتقابل مرات تانية ونتكلم في مواضيع تانية. كلنا بنحلم ان اولادنا يكونوا في احسن حال من جهه الصحه، من التربيه، الرياضه، الدراسه، الجانب الروحي، وكل ام بتشوف قد ايه هي بتكون ناجحه لما اولادها بيكونوا ناجحين، وللاسف احيانا بنحس بفشل وبنحس باحباط لما اولادنا بيكونوا مش ناجحين في حياتهم او في اي جزء من حياتهم. خلينا النهارده نتكلم عن التربيه السليمه وقواعد التربيه السليمه مع ضيفنا اللي دايما بيشرفنا، والحقيقه هو صديق من يجدها بس بقاله كتير قوي ما جاش معانا النهارده، وفرحانين وسعداء جدا ان يكون معانا دكتور مينا عادل، دكتوراه في الصحه النفسيه. اهلا بيك يا دكتور، منورنا ومبسوطين انك معانا. ربنا يخليك، منورنا، ربنا يخليك، ميرسي.
طب دكتور خلينا نتكلم كده عن قواعد التربية السليمة. يمكن زي ما قلنا في المقدمة حضرتك جاي لنا كده بتايتل كده أو عنوان يخلينا كلنا نستغرب، توم وبصل. فلو هنتكلم مبدئيا كده على النظرية، وزي ما عرفت من حضرتك برضو أن كل حرف ليه معنى. تمام بالظبط. كل حرف يعني توم بس، وبرضو عايز أعرف ليه توم وبصل. هل فكرة أن الحروف لما اتجمعت مع بعض جه اللفظ ده، ولا حضرتك كنت قاصد حاجة زي كده؟ طيب، هي الفكرة بتاعتها جت بطريقة ظريفة جدا. كان عندي محاضرة، والمحاضرة دي صدفة أنها كانت في الصوم، وكانت لأمهات. طيب أنا عايز أحفظ الأمهات يعملوا إيه مع أولادهم. لو قعدت أتكلم واحد هنعمل كذا، اتنين هنعمل كذا، تلاتة هنعمل كذا، فيبقى كلام نظري. بعد ما خلص المحاضرة بالكتير لو افتكروا منها 10% ده يبقى كويس جدا. فهتفكر إنه عايز حاجة بيستخدموها باستمرار، حاجة يوميا بيتعاملوا معها. طيب إيه أكتر حاجة بنعملها؟ ماما دايما بتدخل المطبخ تعمل لنا الأكل، فدايما بتستخدم التوم والبصل. فمن هنا بدأت أجمع الكلمة دي مع النظرية بتاعتي، فبدأت أعدل شوية جمل علشان تتوافق مع التوم والبصل. ففكرة التوم والبصل عشان تسهل الحفظ علينا. ولو خدناها بطريقة تانية، إن التوم والبصل تقريبا داخل في كل الأكل، فتقريبا القواعد اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة هي ما ينفعش أتكلم إن أنا بربي ولادي تربية إيجابية من غير ما استخدمها. ما ينفعش أجي أقول إن أنا هستخدمها في الوقت ده بس، لا، هي ممتدة معانا طول اليوم، مش بس طول اليوم، ده طول مراحل العمر. طب أنا بس عايز أقف عند كلمة حضرتك لسه قايلها حالا، فكرة التربية الإيجابية. يعني إيه أربي ولادي تربية إيجابية؟ في حاجة اسمها تربية إيجابية وتربية سلبية مثلا؟ طبعا، لأنه إحنا كلنا زي ما حضرتك قلتي في المقدمة بنتمنى أولادنا يكونوا أحسن مننا. طبيعي. طيب هو ابني هيبقى كويس إزاي؟ يعني أنا النهاردة هكون بزعق له، هكون دايما بنتهره على كل حاجة بيعملها، هكون دايما بهينه وأجي أقول له ببعض الألفاظ، أنا آسف طبعا لما أقول له إن أنت غبي أو أنت ما بتفهمش، متوقع منه يطلع إيه؟ هيطلع فعلا، هو هيطلع شقي، هيطلع عنيد، هيطلع متمرد، هيطلع مش بيفهم. وكده اقول ان انا عايزه احسن مني. احسن مني ازاي؟ التربيه الايجابيه هي التربيه الصحيحه، ان انا ابني يبقى ناجح على المستوى الروحي، ناجح على المستوى النفسي، ناجح على المستوى العلمي، ناجح على المستوى الاجتماعي. لكن بنشوف كتير جدا من ولادنا ممكن يبقى دراسيا طالع الاول بس ما بيعرفش يتعامل مع الاخرين. طب هو هل كل يعني كل اشكال التربيه ينفع معاها اني ما ازعقش، او ينفع معاها اني ما انتهرش ابني، او ينفع معاها انه ما بقاش بتعامل معاه شويه باسلوب الى حد ما حازم اكتر من انه طبعا، او اهم من انه يبقى عنيف؟ لكن اوقات كتير مواقف بتعدي علينا مع اولادنا بنحس ان انا لازم ابقى حازمه جدا في الموقف اللي زي ده، فازاي هفضل طول الوقت بربي ولادي بالتفاهم وبالراحه ومن غير ما تون الصوت يعلى شويه، وبعدين ارجع اقول دي تربيه ايجابيه او تربيه حديثه؟ فرق كبير جدا ما بين الانفعال وما بين الحزم. لو انا هتعامل مع ابني بانفعال، هنا انا هبتدي غصب عني من غير ما اخد بالي هبتدي اهينه فعلا. هبتدي ان انا الصراخ اللي انا بعمله ده، يمكن هنتكلم عنه في جزئيه من جزئيات توم بصل، فالصراخ ده انا بسبب لابني مرض من ثلاثه، او حاله من ثلاثه. الحاله الاولى ان يبقى شخص منسحب، نتيجه انه بابا او ماما باستمرار بيزعق، فالولد هيعمل ايه او البنت؟ هينسحب، وانا ماليش دعوه باي حاجه بتحصل في البيت. او هيطلع شخص انقيادي، بابا عايز ايه حاضر، ماما عايزه ايه حاضر، حتى لو ده مش طبقا للي انا عايزه او مش طبقا لهواياتي. طب لما يكبر هيطلع بنفس الشكل. هيفضل كده. او النموذج الثالث، وده للاسف اللي بدا ينتشر كتير جدا، المتمرد. اي حاجه بابا وماما هيقولوها انا هعمل العكس على طول. ليه؟ نوع من انواع رد الفعل على بابا وماما. مش انت يا بابا اللي وقفت تضايقني؟ فانا هضايقك. انت بتقول ابتدى ينتشر، ابتدى ينتشر لاني احنا السبب؟ يمكن دي تبقى صادمه شويه، بس دي الحقيقه. حقيقي. احنا السبب. لانه ابني او بنتي لما بيتولد هو زي صفحه ورقه بيضاء. اللي انا بكتبه هو اللي انا بقراه. فلو انا كتبت صفات ايجابيه هقراها، لو انا كتبت تمرد هلاقي ده موجود قدامي، وقصص حياتيه كتير جدا يعني هتبان، واحنا بنتكلم في الموضوع بتاعنا بتوضح الجزئيه دي. اما الحزم فده ان انا بتفق مع ابني، حضرتك ممكن نحط خطين تحت بتفق، احنا كلنا بنزعق من غير ما نتفق. صحيح. انا بدي اوامر لابني، اتفق على حاجه قبل ما اخد الخطوه. بالظبط، انا حاطط رولز، فانا بتفق معاه هننام الساعه 10. لو جه بعد كده بعد الساعه 10، احنا ممكن يبقى فيه، لا احنا متفقين على ايه، هننام 10، اوكي خلاص ده ميعاد النوم. لكن ما ينفعش النهارده نبقى احنا بننام الساعه 2 3، واجي النهارده عشان انا مزاجي ان انا انام بدري، فاجي اقول له ايه، يلا ادخل نام دلوقتي حالا. طيب بابا انا مش عايز انام.
لا هو دلوقتي حالا صح. طب انا لما هزعق سامحوني يعني ولادنا بيشوفونا على اننا مجانين، هو في ايه؟ ما احنا امبارح نايمين الساعه 2. الحاله المزاجيه كمان بتاثر كتير مع اولادنا، يعني ابني لو بيلعب وانا مزاجي كويس وكسر لنا شاشه عادي جدا، ايه المشكله حبيبي؟ مش انت كويس؟ خلاص مش مهم. طب العكس صحيح، لو انا يوم متضايق حاجه لو بسيطه كسر كوبايه فبيلاقي رد فعل معاكس، فالاولاد بيبقوا مش فاهمين هو احنا بنعمل كده ليه. ايوه. فنتيجه كل ده احنا وصلنا للي احنا شايفينه. هو للاسف كمان ان فكره حياتك بتقول ابتدى ينتشر دلوقتي، الوعي والادراك والاستناره عند الاهل بقى اكتر كتير كتير من زمان، لان العكس زمان كان عندهم هدوء وممكن يتحاوروا مع اولادهم، ممكن يتكلموا ببساطه كده ويبقى في لغه حوار بين الاب وابنه والام وبنتها. دلوقتي ما لقيناش دي، ودليل على كده ان حياتك بتقول ابتدى ينتشر التمرد. فهل فكره المسؤوليات الكتيره وضغوطات الحياه والأعباء اللي الأم دلوقتي بالأخص الأم بقت أكتر من الأول بكتير، ممكن يكون ده سبب برضو ولا إحنا بقت العصبية سمة من سمات حياتنا؟ لا، هو إحنا فعلا عندنا سببين هم السبب في الجزئية دي. أولهم زي ما حضرتك قلتي فعلا نتيجة ضغوط الحياة ونتيجة المشغوليات والمسؤوليات الكتيرة قوي، فده خلى أنه الأب للأسف بيتخلى عن فكرة التربية. أنا مش موجود، أنا دوري أن أنا أشتغل بس عشان اجيب فلوس بنك زي ما حضرتك قلتي، بس ده دوري، لكن انا مش دعوه خالص بالتربيه. فاصبحت التربيه على عاتق الام. طب ما هي الام كمان بتشتغل، هي الام كمان عليها مسؤوليات البيت، الام كمان عليها مسؤوليات انها تذاكر مع اولادها، فكم المسؤوليات دي غصب عنها بيخليها هي مش قادره تفكر، هي مش قادره تقعد وتتحاور وتتكلم، مفيش الوقت لكده. كمان الناحيه الثانيه انه المناهج الدراسيه بقت حاجه ضخمه بشكل يخوف، فهي هتذاكر ولا تقعد تحايل، فدايما بنلجأ للحل الأسهل إنها تزعق. فده الجانب الأول. الجانب الثاني إن إحنا فقدنا الجلسة الأسرية. زمان كان بابا رجع من الشغل، ماما ما عندهاش حاجة بتعملها، فدايما في الوجبات الأساسية مع بعض، دايما في وقت كبير للحوار الأسري. عملت إيه النهاردة في المدرسة؟ ده ما عادش موجود دلوقتي. صحيح. فنتيجة كده الأطفال فقدوا عنصر مهم جدا في التربية، هو القدوة. هي التربية مش بالكلام، هو التربية بيشوفونا بنعمل ايه. فانا مش موجود قدامهم، فالطبيعي بياخدوا سلوكيات يمكن من الميديا او من برا. طيب احنا جالنا مسج بتقول انه اسرة يعني عندهم طفل عنده 5 سنين، الطفل ده بيلاقوه وسط الناس بيزعق، ولو في حد مثلا موجود يفضل يلف ويضرب في الناس ويفضل يزعق وصوته عالي بشكل مستمر. حاولوا باكتر من طريقة باساليب التربية الحديثة انه يتعاملوا معاه، لكن الموضوع بيفشل جدا. كويس قوي. هنا واضح جدا من الكلام ده هو الطفل بيحاول يعمل حاجتين. الحاجة الأولى لفت الانتباه، هو ده واضح أنه بيسعى عليها بقوة. الحاجة الثانية ودي المهم، أنه عايز يقول أنا موجود. هو مش بس بيلفت، أنا ليا شخصيتي، أنا ليا كياني، أنا شخصية مستقلة. فكده اللي واضح أنه إحنا بنتعامل معاه، إحنا بنلغي شخصيته زائد أن أنا مش شايفه. هو إحنا حولنا أولادنا لبعض الأحيان لوسائل ينفذوا أوامرنا. فهنا عشان أعالجه هنا ممكن نلاقي في توماند بصل في أول حرف من حروف اللي هو التي، تشجيع. يبقى التشجيع من الوسائل المهمة جدا جدا إن أنا أقدر أغير سلوكيات إنسان بشكل عام. يعني يمكن أشهر قصة، يمكن قصة توماس إديسون. توماس إديسون كلنا عارفين الجواب اللي راح لمامته انه ده طالب فاشل وما بيعرفش يعمل حاجه، ما ينفعش يبقى موجود في المدرسه، يخرجوا من المدرسه. بالظبط. مامته ما رضيتش تقول له وقتها. نتيجه التشجيع اللي حصل، مامته قالت له حبيبي انت في المدرسه بيقولوا ان انت اذكى، انت شاطر، فما ينفعش تبقى قاعد مع المستويات اللي اقل منك. النتيجه بتاعتنا بقت ايه؟ بقت توماس اديسون. طيب المفاجاه ان توماس اديسون اصلا صعوبات تعلم، اصلا يعني طفل فعلا ادراكه اقل من الطفل الطبيعي، امكانياته العقليه قليله، مع ذلك بقى مخترع، هو المخترع الذي انار العالم. الناحية التانية كان في طفل كان عنده 6 أو 7 سنين بيلعب بالألوان زي ما كل أولادنا بيعملوا. طبعا ماما رجعت من برة لقت الأرض كلها غرقانة بالألوان والحبر. رد الفعل بتاعنا احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ طبعا بنمسك أولادنا. حضراتكم عارفين في أسلحة بتطير وأسلحة بتيجي من اليمين والشمال، فيعني بنموت الولد. هنا الأم عملت حاجة مختلفة، فقالت له حبيبي ايه الألوان دي كلها؟ قال لها أنا كنت برسم أختي. فطب وريني كده. الله الرسمة دي جميلة جدا، فعلا الرسمة دي شبه أختك. فالولد حب مسألة الرسم أكتر، فبدأ يتدرب بشكل أكبر. وهو عنده 25 سنة اختاروا الملك جورج الثالث أنه يكون الرسام الخاص للقصر، وده بنجامين واست، ده قصة حياته.
يبقى هنا اللي غيره من مجرد طفل عادي بيلعب بألوان للرسام الشخصي للملك هو التشجيع. ايوه بس يعني لو بنتكلم في الكيس اللي معانا او السؤال اللي جالنا دلوقتي يا دكتور، انه الطفل ده وسط الناس انا ازاي كأم هفضل اشجعه؟ يعني ما هو بيعمل حاجه غلط بزياده. ولو حضرتك ابنك عمل كده وسط الناس، اولا الموضوع هيبقى محرج لحضرتك كأب، تمام، ليا كأم. العيب هيبقى في الولد نفسه، ان الولد ده ما ترباش كويس، ما بيحترمش الكبير، ما بيعملش وما بيعملش وما بيعملش، فبالتالي الناس بتحس باحراج فبتتعامل مع الولاد. اوقات كتير بتاخد الولد وبتمشي عشان الاحراج، او بتتعامل مع الولد بشويه شده او عنف في بعض الاوقات اللي هي اكتر كتير من الحزم. تمام، كويس جدا. طيب خليني اقول مثال صغير. لو انا النهارده انا عندي لقاء زي ده، فانا محتاج اختار لبس معين، بس انا مكسل ان انا اقوم انور النور، فالبيت عندي ضلمه، فانا مش شايف ايه الالوان اللي انا لبستها، فلبست اي الوان غير متناسقه مع بعض. لما خرجت في النور اكتشفت ان لبسي غير متناسق. العيب على مين؟ على اللبس ولا عليا انا اللي ما كلفتش نفسي ان انا انور النور؟ هي الفكره ان الولد عشان عارف انه بره البيت بابا وماما مش هيقدروا ان هم ينتهروا بقوه اكتر، فبيعمل التصرف ده. ده رد فعل اللي بيحصل في البيت. علشان كده العلاج لازم يبتدي من البيت مش بره. فولا في البيت اكيد ابني ما بيعملش كل حاجه غلط، عنده على الاقل حاجه واحده بيعملها صح. ممكن هو بيزعق، هو صوته حلو، فقال له حبيبي صوتك حلو قوي، ايه رايك بقى لو نتعلم ان احنا نرنم سوا، ايه رايك لو ان احنا نغني سوا؟ فانا وجهت الصوت بتاعه اللي بيقعد يزعق بيه انه نغني. طيب دلوقتي كلنا معانا موبايلات، دي عايزه صبر وثقافه هي التربيه كده، ويعني ويعني طاقه، يعني محتاجه. عشان كده التربيه عامله زي الزراعه بالظبط، عمرنا ما شفنا حد رمى بذره وبعدها بدقيقتين جانا الثمر بتاعها. طب برضو في الموقف ده الام تعمل ايه؟ هو ابنها قايم عمال يلطش في اللي حواليه والناس كبيره ومحرجه منهم، تتصرف مع الولد في الموقف ده نفسه تعمل ايه؟ كويس، الحل السريع جدا في الوقت ده، احنا قلنا هو بيحاول يلفت الانتباه. طب ما انا هديله الانتباه بتاعه. فانا هقول لكم النهارده انه فلان ابني ده عنده موهبه جميله جدا، تعالى فرجكم عليها، تعالى كده حبيبي. ايوه، سمعنا حاجه باللي انت بتعملها، ورينا رسمه من رسوماتك. ولو ما بيعملش يبقى مشكله عندي انا من البدايه. يعني هتعمل ايه مثلا؟ تاخده وتمشي مثلا، بعدين تبدا بقى معاه من جديد على في البيت مثلا؟ حلو. ذكي ان هو شاطر، موقف حلو هو عمله، موقف حلو عمله في البيت ده، هو بيساعدني في كذا. بمجرد ما جابته تعالى حبيبي بقى واقف قدام الكل واتكلمت عنه، هي عملت ايه؟ فديته الحاجه اللي هو عايزها. زي الطفل الصغير لما باخد منه حاجه فبيعيط، فقبل ما اخدها اديله حاجه بديله علشان كده. هو خلاص يعني الفت نظره لحاجه تانية خالص عشان ما يعيطش. بالظبط، وده بيحصل معانا احنا ككبار. صح. لو احنا موجودين في مكان وحد لغى وجودنا تماما هيبقى رد فعلنا ايه؟ لا، احنا معانا تليفون، خلينا ناخد بس ام يوسف من المنيا. الو. ايوه، صباح الخير. مساء الخير، اهلا بك يا ام يوسف، اتفضلي سؤال. الله يسلمك. لو سمحت يا دكتور، انا عندي طفل 7 سنين ابني، بس النهارده ارسلت لي رجع تاني، مش يسرح كتير خالص وهو قاعد، مش عارفه ايه السبب. عنده 7 سنين وبيعمل ايه باستمرار؟ يبقى قاعد تاني كده، بيبقى بص قاعد كويس وايه؟ معلش معلش يا ام يوسف، بس صوتك مش واضح. نوضح الكلام شويه. قاعد شويه وبتلاقيه بيعمل ايه؟ يعني لو هو قاعد لوحده كده من غير اطفال، فبص تلاقيه قاعد سرحان. اوكي تمام. طب تمام، هو قاعد لوحده من غير اطفال من اي حاجه، هو على طول سرحان مع نفسه. كويس، هو سن 7 سنوات. 7 سنين، خليني اقول حاجتين. السرحان ممكن نرد على ام يوسف بس بعد ما ناخد التليفون ده. اتفضل. اوكي، معانا غاده من اسكندريه. الو. الو، صباح الخير. مساء الخير يا غاده، ازيك؟ اتفضلي. بصي انا هعقب على اللي الدكتور قاله، لان انا فعلا كانوا ولادي من زمان باخد رايهم في كل حاجه. من وهم صغيرين. تمام. وقرروا ان هم يعملوا شخصيه مستقله، بس لما وصلوا الجامعه بقت بعاني. لا غاده، علي صوتك. لما وصلوا الجامعه حصل ايه؟ بقت بعاني، هم عايزين ياخدوا قراراتهم، بقى حاسه ان هم كانهم اكبر مني. مش عايزه اقول كبروا عليا، ولكن انا بعاملهم ان هم في كيجي بشخصيه مستقله، بيختاروا هدومهم، بيختاروا اكلهم، بيختاروا الفسح، بيختاروا الحاجات اللي احنا عايزين نعملها بنشترك فيها. لكن لما وصل ابني الكبير بالذات لمرحله الجامعه بيقول لي يا ماما انت دلوقتي بتدخلي، انت عمرك ما تدخلتي. مع انا بقول له بابا احنا كنا بناخد راي بعض، مش بتدخل في حياتك.
فبقى بعاني منه دلوقتي، فمش عارفه اتعامل بقى لما كنت مش عارفه اتعامل معاه ازاي. يعني شايفه ان ده نتيجه لتربيتك، انك كنتي مثلا بتديهم الحريه، ولا انت شايفه ان ده كويس؟ لا النظام ده خلاه ان هو فعلا عنده شخصيه، وانا فرحانه من هم من هو صغير ان هو بيختار، ان هو بيقول رايه. طب غاده، طب انت متضايقه دلوقتي؟ لكن لما كبر بقى عايز ياخد قراراته لوحده. طب انت متضايقه اللي احنا اتعودنا عليها طول عمرنا. طب غاده، انت متضايقه انه هو عايز ياخد قراره لوحده وهو في الجامعه؟ انت حاسه انه كبر عليكي زي ما بتقولي يعني، فانت ده مضايقك، ولا انت مبسوطه انه بياخد قراره لوحده في مرحله برضو المفروض الطبيعي بتاعها انه ياخد فيها قرار؟ لا ما هو احنا بنلاقي القرارات اللي هو بياخدها، يعني مثلا في حاجات مثلا يعني كان عايز كان المفروض ياخد كورس في ماده، انا قلت له خدها يا حبيبي، راح قال لي لا يا ماما انا مش عايز اغرمكم فلوس وانا تمام بس شال الماده. فانا قلت فحبيبي ياخدها في السمر كورس باغلى وفي نفس الوقت هيذاكر في الصيف. انت تقصدي انه اوقات كتير بياخد قرار غلط من وجهه نظرك؟ انت شايفه تمام. طيب خلاص، يعني هيرد عليك يعني استاذه استاذه غاده عاوزه ان هو ياخد رايك في القرارات زي بالظبط ما كنت بتاخدي رايه وهو صغير، صح؟ او يسمع كلامها على الاقل. يبقى احنا معانا تليفون تاني. معانا تليفون تاني من مين؟ من استاذه سميره من المنيا. الو. الو، مساء الخير استاذه سميره، اتفضلي. ايوه انا عندي سؤال للدكتور مينا. اتفضلي. عندي تعليق. اتفضلي. الصوت بعد اذنكم. طيب انا بنتي عندها سنه وشهر. لما بتيجي مثلا تعمل حاجه غلط، لما بتاكل مثلا فرد بتاكل اكل من بقها او بتعمل حاجه غلط، فانا بضربها على ظهر ايديها. فعايزه اعرف هو الطريقه اللي انا بتعامل بيها دي غلط ولا صح؟ انا بعمل معاها كده علشان تفهم ان هي اللي عملته ده غلط. لا حاجات كتير هي بتعملها انا بدخل فيها، هي بتفهمني. ساعات بتعيط وساعات بتقعد تبص لي كده وتتكلم كلام طبعا من غير مفهوم، هي مش بتتكلم. طيب دلوقتي التعليق على الدكتور مينا لما بيقول مثلا هو لو انا دخلت على الطفل بتاعي لقيته بيكتب بالوان او بيشخبط او الدنيا ده ومبهدل الدنيا، انا كأم انا مثلا يعني ببقى موضبه البيت والدنيا تمام مرتبه وادخل على ابني الاقيه مبهدل الدنيا مكسر الحاجات، فانا تلقائيا انا مش بقدر اتحكم في اعصابي، فبروح ادخل فيه لان انا مثلا تعبانه وبعمل طول اليوم شغل البيت والدنيا دي. تمام. فانا عايزه اوصل له ان انت اللي بتعمله ده غلط، انت ممكن تلعب ممكن تعمل حاجات كتيره بس بدون تكسير بدون تحافظ على حاجه يعني بالظبط سنه وشهرين. لا هو انت بتتكلمي على حد يعني غير بنتك اللي عندها سنه وشهرين يا استاذه سميره، ولا نفس البنت او لما تكبر او لما تعمل كده؟ لما يعني انا بنتي دلوقتي انا عايزه اقول لك سنه وشهر، انا دلوقتي لما بضربها على ايدها ده بيبقى غلط ان انا بضربها؟ هو حضرتك لما بتضربيها على ايدها بيبقى هي رد فعلها ايه بقى؟ بتفهم؟ لا بتعيط. بتفهمني ساعات بتعيط. ساعات بتتكلم كده بتقول كلام مش مفهوم وبتبص لي بزعل. يروح. غلط. عايزه تقول لك انت وحشه يا ماما. ايوه. بشكرك جدا يا استاذه سميره. رد على تليفون طيب بقى. الاول خالص كانت السبع سنين وعلى طول سرحان، بالاخص لو هو قاعد لوحده ما لهوش حد من سنه مثلا. بالظبط. هنا احنا عندنا حاجه مهمه جدا. سن السبع سنين ده هي الفتره بتاعت الخيال. هي الفتره بتاعت انه يبتدي يحلم ويخطط لحاجات كتيره قوي ممكن تكون اكبر من سنه كمان. بيبدا كل حاجه بيشوفها في الميديا عايز يطبقها على حياته، حتى لو شاف فيلم كرتون فبيتخيل نفسه بيطير، بيتخيل نفسه بيكلم كائنات تانية زي ما بيشوفها في الافلام. فلو انا ما قدرتش استغل فتره الفضا بتاعته دي واوجد له حاجه يستخدم فيها خياله كده انا عندي قصور. فانا محتاج اوجد له طرق يقدر ينمي فيها موهبه الخيال عنده، زي التمثيل، انه يلا نتعلم نمثل، يلا نتعلم ان احنا نقلد اصوات، يلا نتعلم ان احنا نستخدم الموهبه اللي ربنا اداها لنا. لو انا ما خليتوش يستخدم الموهبه اللي عنده غصب عنه هلأبدا يسرح. يعني سرحان ده يعتبر تخيل؟ طبعا. الطفل قاعد في الوقت ده بيتخيل حاجه عالم تاني. بالظبط. لو انا ما وجدتلوش عالم يعيش فيه
وينمي فيه الخيال بتاعه. ممكن الاقي بعد شويه ان الولد ده بقى مصاب باحلام يقظه مرضيه، بقى عايش حياته كلها يعني المفروض يقظة. الام تتدخل في الوقت ده وتشركه في اي حاجه يعملها ولا تعمل ايه في وقت سرحان؟ طبعا يلا حبيبي، ايه رايك ما تيجي نجرب نعمل حاجه، ما تيجي نجرب ان احنا نلعب، ما تيجي نجرب ان احنا نمثل حاجه، ما تيجي نجرب ان احنا نلون، ما تيجي نجرب انك تحكي لي حكايه وانا احكي لك حكايه. يعني القصص من الحاجات المهمه جدا اللي احنا افتقدناها دلوقتي للاسف. طب ما تيجي نرجعها تاني. هو هيحكي او هي او ماما تحكي له، فانا بنمي المهاره اللغويه عنده، نميت مهاره الخيال، نميت مهاره استخدام الحصيله الذهنيه والفكريه الموجوده، وتفضل تجرب باكتر من اسلوب. لانه وارد قوي انه الطفل ده مثلا يبقى مش عايز الجزئيه دي. طبعا ممكن تكون مش موهبته، مش عايز يعمل ده، نبتدي نجرب. ده لو هو السرحان بس. طب لو هو عنده مع السرحان، لا في سرحان معاه صداع بيجيله بشكل مستمر، مع السرحان في بعض نوبات التشنج، لا هنا محتاجه تعرض على طبيب لانه في بعض الاعراض يعني زي كهربه المخ لما بتعلى مثلا، او توحد توحد يعني، لا توحد بيبقى باين من بدري شويه فبيبقى له اعراض اكتر من السرحان. لكن من ضمن الحاجات اللي بتاثر عليها كهربه المخ ان بتسبب سرحان، بس دايما بيبقى معاها صداع معها اعراض تانية. فلو هو بس السرحان اوكي، لكن لو في اعراض تانية لا هنا لازم يتعرض على طبيب. طيب. طبعا استاذه غاده سؤالها كان على انها كانت تربي ولادها طول الوقت على فكره المشاركه وانهم بياخدوا راي بعض وهم صغيرين، ولما وصلوا لمرحله الجامعه هم بياخدوا قرارهم لوحدهم. هي شايفة أنه بعض القرارات اللي بتتاخد بتبقى قرارات غلط، في حين أنها كانت قايلة لهم قبلها مثلا أن القرار ده المفروض يتاخد بالشكل الفلاني، هم ما سمعوش. أولا أنا عايز أشكرها جدا لأن هي فعلا استخدمت أسلوب إيجابي جدا ونجح جدا مع أولادهم. طبعا لأنه قدرت تكون جواهم شخصية حقيقية يعتمدوا على نفسهم، ياخدوا قرار يفكروا صحيح، لسه ما وصلوش للمرحلة النضج الكامل اللي ياخد قرار صح 100%، وده مش غلط، هياخدوا خبرة بالظبط. لكن هنا محتاجه لومها على حاجه، هي زعلانه ليه دلوقتي؟ عشان هو شال الماده، يعني ما هو برضه فكره انه يعني لما حاجه بتيجي ما هي برضه هي احنا من بره بنقول معلش أوكي. واحنا من بره بنقول معلش ما مش هيحصل له حاجه، لكن لما بنبقى جوه احنا بنتوجع كامهات ان ولادنا حصل لهم اخفاق في حاجه معينه خاصه في التعليم، فاحنا طبعا لازم نحس بيها. موافق حضرتك 100%. بس الناحيه الثانيه احنا كل النجاحات اللي احنا فيها دلوقتي بفضل القرارات الغلط اللي احنا خدناها زمان. فالقرار الخطا حتى اتعدل اسمه ما عادش قرار خطا، هو خبره. فاداني خبره، فهو النهارده لما خد قرار والقرار ده ادى نتيجه غير اللي هو عايزها، اتعلم بعد كده يعمل ايه، يدرس الموضوع بشكل مختلف، يمكن يرجع ياخد راي مامته، يمكن يرجع ياخد رايها حتى في الاعتبار بالظبط. ليه؟ هو اتعلم الخبره دي، لكن لو ما غلطش عمره ما هيتعلم. لكن هي طبعا ربت صح من الاول للاخر، يعني دي برضو حاجه احنا بنشكرها عليها وبنشكر على تجربه يعني زي دي. اتمنى كل الامهات تبقى زي استاذه غاده. طبعا انا نفسي اقول لاستاذه غاده بس انت اللي عملتيه بالظبط زي طفل صغير عايز يمسك كوبايه شاي، ودايما بقول له لا ده سخنه سخنه، وما بيسمعش الكلام وبسيبه يجرب، لما يتلسع خلاص هو ما بيعملش. البابا شنوده اللي بيعمل كده. كان نفسي ان هي يعني طبعا هو لما مسك الشاي واتلسع هي عملت حاجه صح، اللسعه دي مش حاجه مضره قوي يعني ما وصلتش الحرق، لكن اتعلم انه عمره ما هيقرب لحاجه سخنه تاني. فبالعكس يعني انا اعاتبها في حته انها زعلانه، لا سيبي ولادك ياخدوا قراراتهم وهيرجعوا ياخدوا مشورتها تاني. بس لازم لما يكتشفوا انه ده غلط طبعا لازم يختبروا بنفسهم. طيب نروح لتليفون استاذه سميره اللي كانت بتقول بنتها سنه وشهر وكل ما بتعمل حاجه غلط بتضربها على ظهر ايديها. يعني انا هستعير كلمه حضرتك اللي هي البنت عايزه تقول لها انت وحشه يا ماما، انت وحشه يا ماما، حرام سنه وشهرين لما هتضرب هتفهم ايه ولا حاجه. هي كل اللي محتاجاه تعبيرات ماما. ماما لو عملت لها كده ان هي زعلانه البنت فهمت. الاطفال أيوة. في السن ده أيوة. هم قاعدين يسجلوا تعبيرات وشنا، قاعدين يسجلوا هو بابا وماما بيبقوا فرحانين امتى، زعلانين امتى، نلعب معاهم امتى، نتدلع عليهم امتى، نطلب منهم حاجه امتى، هم عاملين زي الكاميرا قاعدين يسجلوا كل ده. فالبنت مسجله تعبيرات وجه ماما وهي فرحانه وهي زعلانه، او تون الصوت او تون الصوت. يعني اما اجي اقول لها مثلا لا لا دي غير لا اللي هي لا بالظبط، يعني الفكره بتتقال ازاي، الكلمه او الاعتراض بيتفهم قوي من الطفل، لان احنا بنبقى متخيلين انه الطفل في المرحله الاولانيه اول سنه وثاني سنه هو مش بيفهم او هو مش بيسمع او هو مش بيعمل، عنده رادار فعلا هو بيكون معيار كامل لشكلي وتون صوتي وكل حاجه فيا عشان يوم ما تتغير يعرف ان في حاجه غلط.
انا عايزه اضيف بس يا دكتور فكره ان الصوت العالي والشخط والزعيق ده ليه تاثير سيء اكتر من الايذاء البدني. ده حقيقه. يعني انت كان الطفل بيحس بعدم امان، الشخطه دي اللي احنا بنستهين بيها، وفكره الام لما تزعق في وش ابنها دي حاجه خطيره جدا يا جماعه. فيعني الحزم او التون بس الولاد بيفهموه، دي حقيقة. التعبيرات الوجه زي ما حضرتك بتقول بتفرق طبعا، بس دي حقيقه. فالجزئيه الثانيه اللي قالتها انه طب ما هي انا ببقى تعبانه في ترويق البيت، انا موافق جدا، بس انا قدامي اختيار من اتنين ما لهمش تالت. يا اما اوجد لابني بيئه يلعب فيها مكان، يا اما هو هيدمر لي كل حاجه. طيب انا مش هقول لازم اودي كل ولادنا لنادي، مش هطلب ده، ولكن الناحيه الثانيه ولادنا بيحبوا يرسموا على الحيطه، طب ما انا ممكن اخصص لهم جزء في الحيطه يرسموا عليه. ارسموا في الحته دي، هحط لهم لوحات على الحيطه، هعمل لهم اريا مخصصه، مكان مخصص، ده المكان بتاع اللعب العبوا فيه. أيوه. لكن لو انا ما عملتش ده ومليت البيت كله بالديكور طبيعي جدا، ما تكونيش غير نفسك بقى في الاخر يعني. طبعا هيكسر كل حاجه. طيب على انه قدامنا بالظبط 10 دقايق دي برضو حته ممكن اخليه كمان يساعدني في ان هو يشيل الحاجه اللي هو خربها دي. طبعاً. تعالى نعمل مع بعض، فبرضو دي هتساعد الام. طبعا احنا قدامنا تقريبا 10 دقايق وما عملناش يعني غير الحرف الاولاني في التوم. ايوه الواو بقى. الواو هي الود. احنا عندنا مرض منتشر جدا، يعني اتمنى كل الامهات يسامحوني بعد المرض اللي هقوله ده، هو متلازمه من الغوله. احنا اغلب الامهات بيتعاملوا مع اولادهم بمتلازمه من الغوله. اول ما الولد او البنت يعمل حاجه غلط فبنلاقي بابا وماما، ويمكن ماما اكتر، بدات تزعق، بدات الجيران وجيران الجيران يسمعوا الصوت انه في كارثه حصلت في البيت، في حين ممكن الكارثه دي تكون بس انه ابني او بنتي غير الطقم اللي انا اخترته له، او هو مش عايز يلبس الطقم ده فهيلبس ده، او هو بيجري كسر كوبايه. يا ترى هل الزعيق جاب نتيجه؟ لا. ماما تعبت، نبحت صوتها على الفاضي، وفي النهايه ابني زي ما قلنا في بدايه الحلقه هيبقى حاجه من ثلاثه، يا هيخاف ويفقد ثقه في نفسه للابد لو ده متكرر، يا اما هيبقى شخص منسحب تماما ملوش اي وجود في البيت، على طول يدخل اوضته وقافل على نفسه، يا اما هيبقى شخص العنيد. فمحتاج اتعامل بود زي ما الكتاب علمنا كده، انه تعلموا مني فاني وديع. طب معلش هو ليه يبقى حاجه من الثلاثه؟ يعني ليه ما يبقاش مثلا حاجه رابعه اللي هي هيفهم انه اللي عمله ده حاجه غلط فمش هيكرره تاني؟ مش بالزعيق، لما هزعق لابني بمتلازمه من الغوله بزياده عن اللازم قوي للاسف مش هيفهم. ليه؟ على مستوانا احنا النهارده، حضرتك لو بتتعاملي مع حد من زمايلك او مديرينك وباستمرار كل ما اشوف حضرتك يزعق رد فعلك هيبقى معاه ايه؟ انا بدور على طريقه اضايقه بيها، ادور على طريقه ان انا اعمل اي حاجه تضايقه، او خلاص انا هتجنبه، او خلاص انا هسيب الشغل واروح شغل تاني. فهم اولادنا بيقلدوا ده، لكن عشان ابني يفهم محتاج افهمه، حبيبي تعالى اللي احنا عملناه ده غلط، طب غلط ليه؟ ايه النتائج بتاعته؟ احنا من ضمن الحاجات اللي بنعملها بندي اولادنا اوامر من غير ما يفهموا ليه. هننام الساعه 10، ليه ننام الساعه 10؟ ليه ما ننامش 12؟ ليه ما ننامش 9؟ فمحتاج ابرر او اوضح كل امر بديه لابني او بنتي ليه. طب معلش بما اننا برضو بنتعامل في تجارب حياتيه موجودة تقريبا في كل البيوت. لما هقول لابني تعالى ادخل نام الساعة 9، الساعة 10. تمام. أول مرة ليه؟ فهقول له علشان 1، 2، 3. ثاني مرة هيقول لي لا أنا عايز أقعد شوية. هقول له لا حبيبي عشان في اتفاق اللي حضرتك قلته إنه إحنا بننام كذا كذا كذا. فضل الموضوع بقى طول الوقت في إنه لا أنا عايز. كل 10 مرة. لا أنا مش عارف إيه، لا بلاش، لا لا لا. فهو أنا معايا لغاية كم مرة علشان خاطر أبدأ بقى خلاص بقى يعني. كان بلور قال جملة مهمة جدا، قال إنه كسر القواعد أحيانا يفيد. يعني إيه؟ أنا متفق مع ابني إن النهاردة إحنا هننام الساعة 10. خلاص ده يوميا. لكن أنا شايفه بيتفرج على حاجة أو بيلعب لعبة هي قدامها 5 دقايق وتخلص. حاجة أقول له إيه؟ حبيبي إحنا خلاص ميعاد النوم بتاعنا. ولا إيه رأيك؟ تقعد 5 دقايق كمان. فالولد هتبقى بالنسبه له دي حاجه طبعاً كبيره جدا. طبعا بابا انا حاضر 5 دقايق. بعد ال5 دقايق هيدخل هو ينام من نفسه. ايوه صح. ليه؟ عشان يحافظ على الاتفاق اللي بيني وبينه. انا جربت الموضوع ده. لو انا كل كنت ماشيه بيه على كل 5-6 مرات انا مره بكسر القاعده 5 أو 10 دقايق صح. مش هيحصل حاجه، وانا غنيت نفسي من مناهده كبيره جدا. فانا اديتها لك بعد كده هو هينفذها، خاصه في فترات الاجازات الويك اند لو عندنا ضيوف في البيت، عندنا اطفال في البيت، فالموضوع بيفرق معاهم كتير. لكن الساعه 10 ده مش امر عسكري، طالما متاح 5 دقايق مرونة. مش كارثه كبيره يعني. ايوه صح. فممكن اعمل ده. تمام. طب اتكلمنا عن الت والميم والواو اسف هنتكلم عن الميم بقى، المحبه الغير مشروطه. اكبر غلطه بنعملها في حق اولادنا، حبيبي ذاكر عشان احبك، اسمع الكلام عشان تبقى ولد شاطر. طب مش احنا كنا في الواو انه ود، يعني ليه علاقه بالمحبه برضو؟ هي دي مكمل بتاعها. تمام. بس الود ان انا هتعامل معاه بهدوء.
طب وانا بتعامل بالهدوء ده بلاش الشروط. حبيبي انا بحبك عشان انت ابني، انت كنت شاطر فانت ابني وهفضل احبك، كنت خايب انت ابني وهفضل احبك، كنت هادي ابني وهحبك. بس انا عايزاك تبقى احسن بكتير. ليه؟ عشان انا عايزاك في افضل صوره. بالزبط. في افضل صوره ليك كذا، لكن في كل الاحوال انا بحبك. لكن فكره الشروط انه دايما الاطفال بيفهموها النقيض، يعني ماما لو انا ما سمعتش كلامك أيوة. يبقى النقيض ايه؟ مش هتحبيني. بتكرهيني. اه يا ريت بيقولوها مش بتحبيني، لدرجه سمعتها مره من طفل قال لي انا بتمنى بابا وماما يموتوا. يا ربي. فبقول له حبيبي ليه؟ بقول لك ده كان 8 سنين. بقول له حبيبي ليه عايزهم؟ قال لي هم مش بيحبوني، هم دايما عايزيني اسمع الكلام وانا شقي، فعشان كده انا عارف هم مش بيحبوني فيا رب يموتوا. من كتر اللغه المشروطه اللي احنا بنقولها. وفي مدارس احد برضو دايما نقول للولاد اسمعوا كلام ماما عشان بابا يسوع يحبكم. للاسف. كاني بنوصل لهم للاسف. بس دلوقتي ابتدينا نتنبه لكده، ودلوقتي دايما نفهم الولاد ان بابا يسوع بيحبك حتى لو انت عملت غلط، هو ما بيحبش الخطيه بس بيحبك. بيحبك انت بالظبط. لكن لو قلت له انه اسمع كلام ماما عشان بابا يسوع يحبك، يعني لو زعلت ماما النهارده فبابا يسوع بيكرهني، دي طبعا كارثه كبيره جدا. هتفصل اصلا العلاقه اللي ما بين الطفل او ما بين البنت والولد، وما بين انه حتى مش قادرين يقفوا يصلوا. بالزبط. فما ارجعش اقول لهم اقفوا صلوا، طب انا هصلي ليه لبابا يسوع وهو مش بيحبني؟ لانه انا طفل شقي من وجهه نظرك انت ان انا شقي فانت مش بتحبيني، فبالتالي هو ما بيحبنيش. بالظبط كده. الحاجه الثانيه حاجه اقول له حبيبي عشان لما نعمل حاجات حلوه كتير نروح الفردوس مع بابا يسوع، لا ما انا مش عايز ابقى معاه، ده على طول زعلان مش عايز اروح له، فانا كونت حاجز كبير، مسافه كبيره بين الولد وبين ربنا. فبلاش نستخدم الشروط في التربيه. صحيح. خلينا احنا بنقدم محبه لاولادنا دون شروط. تمام. ده التوم، يبقى تشجيع ود محبه غير مشروطه. البصل بقى اول به فيها مهم جدا 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 الصبر. بصبر بصبر بصبر. احنا عمرنا ما هاجي اقول لابني النهارده حبيبي لازم تسمع الكلام، هيسمع الكلام في لحظتها. هو مش اله، هو مش مجرد كمبيوتر انا هدوس على حرف W فهيكتب لي W، لا ده انسان. عشان اكون عنده عاده الالتزام او اكون عنده عاده انه يسمع الكلام محتاج باستمرار ان انا افكره بده، اكرر، محتاج اكرر مره واثنين وثلاثه واربعه. من ضمن الوسائل اللي بتساعدنا وبتقلل الفتره بتاعتنا شويه لوحه اسمها لوحه التعزيز. كل الاتفاقات اللي انا هعملها مع ابني او بنتي هكتبها له على لوحه كده واتفق معاه. كل 10 بوينت هناخدهم او كل 10 ستار هيساوي كذا. كذا دي ممكن مره تبقى خروجه، مره تبقى هديه، مره انه هنشترك في نشاط، مره ان انا لو هو بيحب مثلا يمثل او يرنم طب انا هسجل لك الترنيمه بتاعتك فيديو وهشيرها لك على اليوتيوب وخلي كل اصحابي وكل اصحابك يشوفوها. فابتدي ادي له معززات ماديه ومعنويه، بلاش ماديه بس، دي من ضمن الاخطاء اللي بنقع فيها. يعني بصوره واقعيه هنا بصبر. بصبر انا محتاج البي ان يستخدم او اتعامل مع ابني بصبر. لازم بالي يكون طويل شويتين، احنا ما تربيناش في يوم وليله. فخدنا فترات طويله. طيب وانا بربيه بصبر، انا اديته التشجيع واديته الود والمحبه وانا صبور جدا، ولكن ابني ما فيش فايده فيه برضه. هنا الصاد تجاوب لنا على ده، وهي صوره واقعيه. يا ترى انا بعمل اللي بقوله لابني ولا لا؟ اولادنا مش زي ما احنا عايزين لكن زي ما احنا عايشين. لو انا النهارده باستمرار بزعق وباستمرار بابا وماما بيعندوا قصاد بعض واجي اقول لابني حبيبي ما ينفعش تبقى عنيد، ازاي؟ انا النهارده بدخل من بره لبسي برميه في كل حته واقول لابني حبيبي لازم تبقى منظم، ازاي؟ اب مدخن واجي اطلب من ابني ما يشربش سجاير، ازاي؟ طب معلش، ما هو اوقات يا دكتور بيبقى العكس اتعمل، انه الام منظمه جدا، الاب منظم جدا، البيت يعني هادي ومتروق في معظم الاوقات طبعا، وبنلاقي انه الولد او البنت او الطفل يعني الموجود في البيت ده ملوش علاقه خالص باللي هم عايشينه خالص. وبنحس طول الوقت بقى انه ده اكتر النقط اللي بتضايق الامهات طبعا اكتر من الاباء، يعني لانه انا مش كده، انت طالع كده لمين وبتعمل كده ليه؟ في قاعده مهمه جدا في علم التربيه، لو دخلنا بيت ولقينا البيت متروق بنسبه 100% اعرفوا ان احنا بنتعامل مع اب وام مسيطرين، لانه ده مستحيل يحصل. ابني او بنتي في مرحله الاكتشاف بالتحديد مسيطره لغايه سن 12 سنه تقريبا، الاطفال بيحبوا يكتشفوا، فهو عايز يكتشف كل حاجه، عايز يكتشف ايه اللي موجود تحت المكان ده، عايز يكتشف ايه اللي موجود هنا، عايز يفك كل حاجه، عايز يعرف الترابيزه دي متركبه ازاي. عشان يكتشف ما هو لازم يفكك، ولما هيفكك هيبوظ و
وهيكسر وهيقلب الدنيا وعمره ما هيخليها منظمة 100%. ولكن هنا مش بغرض كسر النظام أو بغرض الهرجلة، ولكن أنا بكتشف. خلصت مرحلة الاكتشاف، خلاص بابا وماما بيتعاملوا إزاي بالنظام، إذن أنا منظم لأني اكتشفت اللي أنا عايزه. طب أنا عايز يعني أقلل شوية جزئية التخريب، أوكي أنا هوجد له البيئه اللي يكتشف فيها. مش الاكتشاف ده بيبقى حضرتك بتقول لغايه 12 سنه تقريبا، بيوصل معانا ل 12 رقم كبير. 12 سنه ده يعني تانية اعدادي مثلا، ثالثه اعدادي كمان. الطفل بيكتشف حاجه والاكبر بيكتشف حاجه والاكبر بيكتشف حاجه، كل واحد بيكتشف على اساس مرحلته. الاكتشاف ما بينتهيش، احنا بنفضل طول عمرنا بنكتشف، والا الابداع عندنا يقف. ايوه، فانا طول عمري بكتشف، لكن كل مرحله بكتشف فيها اكتر، بكتشف فيها اكتر. كل ما زادت القواعد والقوانين، اعرف ان الاطفال هيكسروها. كل ما اديت مساحه اكبر من الحريه، كل ما اولادي هيبقوا ملتزمين معايا اكتر. يعني المرونه مهمه جدا في التربيه. دي اللام بتاعتك. دي اللام. دي اللام بتاعتك. طب اللام ومرونه ازاي يعني؟ الليونه الفكريه. ليونه. الشيء اللين ان انا لو اصطدمت بيه هو بيعمل ايه؟ بيمتص الصدمه وبيرجع تاني للوضع بتاعه. عشان كده لازم يبقى عندي بدائل وحلول بديله اخرى في التعامل مع اولادي. اوقات يمتص الصدمه ويرجع يخبط في وشي. هنا ده مش ليونه بقى، ده الشيء المطاطي. انه هو خد الصدمه ورجع بسرعه. فخبط فيا. اما الشيء اللين هو خد الصدمه بيمتصها، بعدين هو بيرد بيبقى بشكل اهدى، فما بيسببش صدمه، ما بيخبطش في وشي. ده اللي احنا محتاجينه في التعامل، مش المطاط. في التعامل النهارده لو انا اتفقت مع ابني على سبيل المثال البس الطقم ده، هو عايز يلبس طقم تاني، ومن وجهة نظري انه الطقم ده مش لايق على بعضه، هو ايه الكارثة اللي هتحصل لو لبس لبس غير متناسق؟ ايه الكارثة اللي هتحصل؟ ولا حاجة. لما يخرج ويتقلوا من اصحابه انه يمكن اللبس ده مش متناسق قوي، في الوان اجمل، هيغير ده وتعلم ان اللونين دول ما يمشوش مع بعض. لما اتفق مع ابني النهاردة ان احنا هنعمل اللعبة دي، انت موجود عشان هي دي اللي تلعب بيها. طب هو مش عايز يلعب باللعبة دي، هو عايز يلعب بلعبة تانية. طيب اول ما ترجع من المدرسه لازم تحل الهوم ورك بتاعك، لازم تحل الواجب. هو مش عايز يحل الواجب، هو طبيعته يعني مش عايزين ندخل قوي في انواع شخصيه، يحب ياخد بريك شويه وبعدين يبدا يخلص الالتزامات بتاعته. فانا طب اوكي خد بريك 5 دقائق او 10 دقائق او نص ساعه وبعدين نرجع نذاكر. وبعدين برضو الحوار، انا لقيته مش عايز يذاكر على طول، طب ما اقعد معاه واتفق زي ما حياتك قلت لنا في الاول كده ليه وزي. طب ايه رايك نذاكر امتى؟ علشان كده في حاجه مهمه جدا، لغه اسمها لغه مالتون اريكسون في الاقناع. فلو انا عايز اخلي ابني يذاكر وانا عارف انه لازم يلعب، فممكن اتفق مع ايه رايك تذاكر قبل اللعب ولا بعد اللعب؟ هو هنا انا شغلت مخه انه هيعمل الحاجتين، هيذاكر ويلعب. انا ساعات كنت بعمل كده بس مع الاكل مش مع اللعب، يعني هنعمل الهوم ورك قبل ما نتغدى ولا بعد ما نتغدى. فبيختاروا وقتها هم بيعملوا كده. حلو، هنا انه حضرتك لازم تبقي كلا الحلين موافق عليهم. يعني نعمل هوم ورك اوكي، بس اختار انت مين الاول. بالظبط. طب انا في نقطه مهمه جدا برضو بعض الاباء والامهات بيقعوا فيها، لو انا قلت لابني انه حبيبي النهارده هنجيب لعبه ماشي، وبعدين نزل اختار لعبه يعني مش متناسبة خالص لا مع سنه ولا مع فكره ولا مع أنا عايزاه يبقى عامل إزاي في طريقة لعبه وفي طريقة تفكيره، فبيختار لعب مثلا لو طفل عنده 7-8 سنين يختار لعب لطفل عنده 2-3 سنين، فبالتالي هو نموه الفكري مش بيبقى أو لعبة مش البنت بيوصل أو لعبة البنت, أو لعبة البنت. يعني المفروض بقى نعمل هنا ايه؟ نسيبه يختاروا تبقى لعبه وحشه وخلاص، ولا نوجهه انه دي احلى او دي افضل او تعالى نجرب دي او نعمل ايه؟ كويس، خليني هنا اقول حاجتين. هنا حضرتك قلتي جمله، والجمله دي مهمه جدا، انه هو لعبه مش انا مش عاوزاه يلعب بيها، او مش ده ستايل اللعب اللي عايزينه يلعب بيه. فانا ليه فرضت على ابني ستايل لعبه معين؟ هنا ممكن يكون ابني عنده موهبه انا مش عارفه اكتشفها لسه، فاللعبه اللي اختارها هي تتوافق مع الموهبه بتاعته، علشان كده بلاش افرض قوي. طيب نيجي للجزئيه الثانيه، لو كانت اللعبه دي لا تتوافق تماما ملهاش قيمه يعني مع المرحله العمريه او مع الهويه بتاعته، او الهويه يعني ولد وبيختار لعب بنات وهي مره جابها هو عايز يكتشف ايه ده، لكن لو كل مره بيختار عروسه كل مره بيختار روج لا ستوب، هنا انا عندي مشكله في الهويه. طبعا مشكله في الهويه ممكن تكون راجعه لانه بابا وماما هما بيدلعوه، كانوا بيدلعوه لما شوه حبيبتي ازيك هو ولد، فبدا يتكون عنده إن أنا بنت لفترات زي ما بنشوفها في بعض الاباء والامهات، انه هلبس الولد لبس بنت او شعره طويل شويه فعملوا له بانيتال او ضفيره او بالزبط. يعني اي حاجه، فانا بدات اغير الهويه بتاعته. فانا لا يعني لو اكتشفت انه باستمرار بيجيب العاب بنات لا ستوب، هنا محتاج ارجع لمتخصص نراجع الهويه وازاي نرجعها تاني. طيب لو اللعبه دي لا تتناسب مع عمره خالص بقى
اوكي هنا برضو نفس الفكره، هل هي كل مره الالعاب لا تتناسب مع عمره؟ ستوب، هنا محتاج ابتدي اشتغل انا معاه على تنمية المهارات الإبداعية والفكرية بتاعتي. هي بقى النقطة اللي أنا بتكلم فيها، أنا عايزة أنمي مهاراته الإبداعية والفكرية علشان أنا على المدى القريب والمدى البعيد أبقى أنا استثمرت فعلا في حاجة معينة. حلو جدا، لكن لو مرة هو عايز يجيب لعبة مختلفة ماشي. أوكي. لو مرة تمام. طيب الألعاب اللي ممكن أجيبها له هنا، ألعاب الميكانو، ألعاب الصلصال، أيوة الألعاب المهمة جدا بالزبط. أي ألعاب فيها فك وتركيب هنا بتبدأ تكون عنده فكرة التخيل. والأفضل كمان يعني في من المكانه اللي بتعمل كذا شكل مش شكل واحد. أيوة. دي أفضل لأنه بتخليه يتخيل أكتر، الصلصال أكتر وأكتر لأنه بيشغل كل إيده. كل سن يا دكتور برضو بيكون لي يعني مكعبات كبيرة صغيرة، قطع كتيرة، حاجات بمفك كده يعني بالظبط. فكل ما كانت اللعبة فيها مجسمات بيستخدم فيها إيدي أكتر ويبتدي يشكلها، هنا بتبتدي تنمي عنده المهارات الإبداعية زي المكعبات. من الألعاب القوية جدا دي كمان ده يعني الطريقة دي في اللعب أو الطريقة دي في التعليم. دي بعض المناهج في بعض الحضانات أو المدارس اللي هو المونتيسوري مثلا بدأوا يمشوا بيها ويعملوها على خاطر هم اكتشفوا أنه ده أفضل طريقة بالضبط، لأن هي دي اللي بتنمي شخصية الطفل، أنه بيستخدم الحواس بتاعته سواء كان البصر أو اللمس أو التذوق، كل حاجة هو بيبدأ يستخدمها بتكون جواه الجانب الإبداعي، بتكون جواه الجانب الفكري. فمحتاج إن أنا أستخدم معاه المجسمات دي. لكن لو مرة حب يخرج شوية عن القاعدة، هنا أرجع لريتشارد تيمبلر، كسر القواعد أحياناً يفيد. طيب خلينا نختصر بقى كل الكلام الجميل اللي قلناه وخدنا توم وبصل. ويمكن أنا من أكتر الحاجات وحياتك بتتكلم على كلمة توم وبصل، أنا حسيت إن هو حاجة بتقوي جهاز المناعة، يعني حاجة صحية جدا ومفيدة جدا كتوم وبصل إن إحنا بنحطها في التغذية أو في أكلات ولادنا. فالنهاردة خدنا برضو نفس الحروف، فحس إن هو برضو حاجة بتقوي جهاز المناعة في التربية عند الأطفال. فخلينا نبلور بقى الكلام جميل ده كله، ويعني شوية إرشادات كده أو نصايح تحب تقولها لنا. إيه في عالم اسمه بيج ماليون قال جملة مهمة جدا، قال كل الجمل وكل الصفات اللي احنا بنوصف ولادنا فيه بيها بنشوفها فيهم. زي ما أنا عايز أشوف ابني، من فضلك يا بابا ومن فضلك يا ماما مهم جدا أقول له، لو أنا عايزه ذكي هحتاج أقول له أنه هو ذكي. طبعا ابني مش بالقدر الكافي من الذكاء، من فضلك قل له مرة واثنين وثلاثة أنه ذكي، هيبقى أكثر ذكاء. هو شقي عايزه يكون هادي، كلمه عن الهدوء أكتر. هي دكتور معلش خليني أقول بس، المشكلة أن الأهالي ما بتبقاش عارفة أن الكلمة اللي أنا بقولها لابني هي قانون اتغرس جواه من صغر لحد ما يكبر، هو قانون غير قابل للنقاش. أنا بقول لابني أنت غبي، هو فاهم أنه خلاص هيفضل طول عمره عنده الصورة الذهنية من على نفسه أنه هو غبي. أنا قلت له أنت ذكي، هيفضل طول عمره يقول بابا بيقول لي ذكي. ففكرة أن الكلمة اللي بابا وماما بيقولوها بتتغرس كأنه قانون لا غير قابل للنقاش، ده لازم كلنا نفهم. حقيقة حضرتك على كلمة قانون، هي فعلا معبرة بالضبط، هو قانون وغير قابل للكسر. فعشان كده ناخد بالنا من الجمل اللي بنقولها لولادنا، دي نقطة مهمة جدا. الحاجة التانية انه ما ينفعش تربية من غير بابا او من غير ماما. صح، التربية لازم يشترك فيها الاثنين. طبعا في حالات استثنائية بالضبط بيبقى في بديل بقى لحد بابا فيهم. مش موجود، بابا سافر السماء، ماما سافرت السماء، او اي ظرف اخر، هنا بيبقى فيه بديل بس ده الاستثناء. لكن القاعدة العامة لازم الاثنين يشتركوا، وما ينفعش حد ثالث يشترك مع بابا وماما. ما ينفعش، هو بابا وماما. آخر نصيحة أتمنى إن احنا باستمرار نطبقها، لازم في وجبة أساسية في البيت بابا وماما والأطفال يحضروها ويحصل بينهم حوار عائلي. صحيح. وأتمنى إن الحوار ده يكون على الإيجابيات اللي دارت على مدار اليوم، الإيجابيات اللي موجودة في ابني في بنتي دكتور. كل يوم يعني ما جيش أقول يعني صعبة. ما ينفعش نتكلم وإحنا على السفرة، ما ينفعش نتكلم وإحنا بناكل، ما ينفعش. لا ممكن هنا انا مسموح ان انا اكثر شويه ان انا اتكلم على صفر، انا في البيت فممكن ابقى اكثر حريه. وفكره انها صعبه كل يوم، صدقيني لو استمرينا عليها وتعودنا وشفنا النتائج بتاعتها هنلاقي انها قد ايه حاجه قويه جدا. دكتور مينا عادل، دكتوراه في الصحه النفسيه، بشكرك شكر جزيل لوجودك معانا النهارده، نورتنا امتعتنا حقيقي، اديتنا يعني روشته كده مكثفه من المعلومات. بشكرك شكر جزيل لوجودك معانا النهارده في مانيا جدها، وما تغيبش علينا ولا تاني. اشكركم جدا. بشكرك جدا يا دكتور. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، ويا رب كده رسالتنا تكون وصلت وكلنا نكون وصلت لنا المفاهيم السليمه للتربيه. وزي ما قلنا توم وبصل، لو كده فكر في المعنى الحقيقي ليها وناخد كل حرف ونفتكر قد ايه دي مهمه، التشجيع والحب والود والحوار والمرونه والصوره الواقعيه، متهيألي لو
كلنا طبقنا كل المعاني الجميلة دي هنلاقي أولاد هنتشرف بيهم ونبقى مبسوطين بيهم. حلقتنا خلصت النهاردة ونشوفكم يوم الأربعاء في حلقة جديدة من مانيا كده.